ظاهرة غريبة بتحصل اليومين دول محدش عارف ليها اي تفسير. الحيوانات بتدور حوالين بعضها في شكل دائري مرعب وغريب، بتدور حوالين نفسها لمدة 12 يوم متواصلين من غير اي توقف تماما وبدون اي سبب منطقي واضح. كتير بيقول ان الحركة دي بتدل على ان الحيوانات بتتنبأ بحدوث كارثة عالمية، وناس كتير بتقول ان ده حصل بسبب التغير الكبير في المناخ واللي خلاهم يعملوا كده. الاغرب ان الظاهرة دي حدثت في اماكن مختلفة في العالم وكمان مع حيوانات مختلفة، بس كل دي قد تكون تفسيرات مش مهمة شوية، الا ان في تفسير مرعب اتقال ان الحركة دي والدوران في شكل دائري من الحيوانات دليل على نهاية الحياة على كوكب الأرض. أول مكان كان في منغوليا الداخلية موجودة في شمال الصين. صاحبة مزرعة أغنام اسمها مياو اتفاجئت بعدد كبير جدا من الأغنام اللي عندها بيلفوا حوالين نفسهم في حلقة دائرية باتجاه عقارب الساعة بدون أي سبب واضح، ومجموعة منهم فضلت واقفة في مركز الدائرة ساكتين وبدون اي حركة. وبعد فترة المجموعة اللي في المركز انضموا لباقي الاغنام وبقوا يلفوا معاهم في الدايرة، ورغم ان المزرعة بتاعتها فيها 34 حظيرة للاغنام، الا ان الاغنام بتوع الحظيرة رقم 13 هم اللي عملوا الظاهرة الغريبة دي. وقالت كمان ان الموضوع بدأ بعدد قليل جدا من الاغنام بدأوا يمشوا في شكل دائري ويلفوا حوالين نفسهم باتجاه عقارب الساعة في حلقة دائرية، وبعدين بالتدريج بدأت أغنام كتير جدا تنضم ليهم لحد ما عدد الأغنام اللي شاركت في الظاهرة دي تخطى 100 خروف. واللي أرعب صاحبة المزرعة أكتر وأكتر إن الأغنام فضلت تلف حوالين نفسها بالشكل ده حوالي 12 يوم كاملين بدون حتى أي أكل أو شرب. وطبعا الظاهرة دي لفتت أنظار كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي واللي صوروها فيديو ونشروها في كل مكان، وده طبعا اللي شهر الموضوع أكتر وخلى ناس كتير تترعب من اللي حصل ده، لأن طبعا أول مرة نشوف ظاهرة غريبة بالشكل المرعب ده. ناس كتير ربطت الموضوع بانه من علامات الساعة، طبعا ده غير مجموعة من العلماء والباحثين اللي درسوا الظاهرة دي وحاولوا يلاقوا ليها اي تفسير علمي. فيا ترى بقى ايه التفسيرات العلمية اللي اتقالت عن الموضوع ده، وهل فعلا ليها علاقة بنهاية العالم؟ في تفسير مهم جدا عايز المشاهد بيقول ان الاغنام دول مصابين بمرض اسمه داء الاستراد او ما يسمى بمرض الدوائر، والمرض ده بيصيب الحيوانات وبيؤدي لالتهاب جانب واحد بس من دماغهم، وغالبا بيكون سببه الطعام الفاسد، وبيخلي الحيوان المصاب بيه فاقد للشهية وحاسس بالاكتئاب الشديد ومشوش ومش قادر يحدد اتجاه سيره، وده طبعا في النهاية بيخليه يفضل يلف حوالين نفسه في شكل دائري. لكن بالنسبة لباقي الأغنام اللي انضموا للموضوع بالتدريج فالموضوع راجع لسلوك الغنم نفسه، لأن من سلوكهم انهم يمشوا ورا بعض حتى لو بدون أي هدف. ورغم ان موضوع الاستراد معروف في عالم الحيوان وممكن يؤدي للسير بشكل دائري فعلا، إلا ان التفسير ده اترفض بسبب انه ازاي العدد الكبير ده كله من الأغنام يصابوا بالمرض ده في نفس الوقت. ده غير طبعا ان الحيوان اللي بيصاب ببكتيريا الاستراد اصلا بيموت خلال 48 ساعة، يعني يومين بالكتير عايز المشاهد. والاغنام دي فضلت تلف حوالين نفسها زي ما قلتلك لمدة 12 يوم كاملين، يعني مستحيل يكونوا مصابين بالمرض ده. فعلشان كده كان في تفسير تاني بيقول ان الموضوع ده سببه تغير مفاجئ في المناخ وان ده اللي خلى الاغنام تسير بالشكل المرعب ده، لكن برضو التفسير ده اترفض علميا، لان لو كان السبب تغير مفاجئ في المناخ هل هيكون اثاره على الاغنام دي بس؟ وكمان دول اغنام حظيرة واحدة من ضمن 34 حظيرة، وضيف على كده ان تغير المناخ اكيد كان هيأثر على حيوانات كتير جدا غير الاغنام، وكمان هيأثر على النباتات برضو، يعني موضوع تغير المناخ مش منطقي تماما. علشان كده التفسير الثالث كان ليه علاقة بالحقل المغناطيسي الخاص بالأرض، وده لأن الحقل المغناطيسي هو اللي بيتحكم في توجيه سلوك الحيوانات والطيور والحشرات وحتى الأسماك، وإن الكائنات دي بتمتلك بنية مجهرية موجودة في الخلايا العصبية في الدماغ بيطلق عليها اسم حساسات الحقل المغناطيسي. والحساسات دي عايز المشاهد بتخلي الحيوانات تتجه لا إراديا ناحية الشمال المغناطيسي، ولو حصل أي خلل في الحقل المغناطيسي للأرض فده طبعا بيؤدي لخلل في سلوك الحيوانات. واحيانا الموضوع ده بيكون السبب في توهان بعض الطيور عن طريقها في السفر او الهجرة لاماكن معينة، او حتى وصول بعض الحيتان للشط ونفوقها عليه. لكن برضو التفسير ده اترفض علميا بشكل قاطع، وده لان اللي حصل مع مجموعة الاغنام دي مسموش توهان عايز المشاهد، هم فضلوا يعملوا سلوك معين غريب بشكل مستمر
لأيام متواصلة. ده غير ان حتى لو كان السبب خلل في الحقل المغناطيسي للأرض، ليه برضو ما حصلش نفس الشيء مع الطيور والأسماك؟ وليه برضو ما حصلش نفس الشيء في الحظائر التانية اللي موجودة في المزرعة؟ وخلينا أقولك ان عموما دي مش أول مرة تصرفات الأغنام تثير ذهول العلماء وتحيرهم، وده لأن السنة اللي فاتت بالظبط كان حصل ظاهرة مشابهة في مزرعة أغنام في إنجلترا، وأغنام المزرعة فضلوا يعملوا نفس الموضوع بدون أي سبب منطقي واضح. وصحيح المدة ما وصلتش ل 12 يوم، إلا أن برضو العلماء لحد دلوقتي ما قدروش يحددوا سبب تصرف الأغنام بالشكل ده. وأساسا بيعتبر السير في شكل حلقة دائرية من الأمور المحيرة للعلماء والباحثين، وده لأن في كائنات أصلا سلوكها الطبيعي أنها تسير في شكل دائري في مجموعات زي الأسماك العادية وسمك القرش والسلاحف. وحاول العلماء قبل كده أنهم يدرسوا الكائنات دي بشكل دقيق شوية علشان يتوصلوا للسبب اللي بيخليهم يعملوا كده، لكن برضو ما قدروش يوصلوا لأي سبب علمي قاطع للموضوع ده. فمن رأيك عايز المشاهد، التفسيرات اللي قلتها لحضراتكم دي ممكن فعلا يكون منهم تفسير صحيح للظاهرة دي؟ شاركونا بقى بأرائكم في التعليقات. ودلوقتي عايز أقولك سؤال مهم جدا، هل فعلا الظاهرة دي تعتبر بداية نهاية العالم زي طبعا ما كتير من الناس اتكلموا عن الموضوع ده؟ بص، هو مفيش أي شك في مسألة نهاية العالم وفناء الحياة البشرية على الأرض، ويمكن اللي خلى بعض الناس تقول إن الظاهرة دي ليها علاقة بنهاية العالم أو إن أحداث كبيرة هتحصل، هو إن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده حاليا حصل فيه علامات كتير من علامات الساعة، زي انتشار جرائم القتل وتطور العرف في البنيان وانتشار الزنا وحاجات تانية كتير جدا. لكن في الحقيقة ظاهرة الأغنام الغريبة دي ملهاش أي علاقة بعلامات الساعة، وظواهر كتير غريبة حصلت عايز المشاهد وبتحصل في العالم، والعلماء ملقوش ليها أي تفسير علمي واضح لحد النهاردة. وطبعا كلنا عارفين إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اتكلم عن أحداث نهاية العالم واتكلم عنها بشكل واضح جدا، واللي من ضمنها انحسار نهر الفرات وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهار. والحديثين دول كان حصل مقدمات ليهم فعلا من كام شهر قبل كده واتكلمنا عنهم بالتفصيل. اما باقي العلامات زي المهدي المنتظر والمسيح الدجال وخروج الدابة وغيرها من العلامات الكبرى، كل ده ما فيهوش اي ذكر لظواهر غريبة حصلت في العالم. علشان كده مسألة ربط ظاهرة الاغنام بنهاية العالم اساسها بس تخويف الانسان من نهاية البشرية، خصوصا وان علامات كتير ظهرت زي ما قلت لحضراتكم، واصبح من الواضح جدا ان يوم القيامة هيكون اقرب مما نتخيل. في النهاية عايزين نقول ان ظاهرة سير الاغنام في حلقة دائرية لمدة 12 يوم متواصلين بتعتبر احد الالغاز المحيرة اللي بتواجه العلماء والباحثين في الوقت الحالي. لكن هنا السؤال عايز المشاهد، تفتكر ايه السبب الحقيقي في الظاهرة المرعبة دي؟ وهل في تفسير واضح غير مرض الاستيراد اللي كلمتك عنه في اول حلقة؟ ياريت بقى تشاركنا بأرائك في تعليقات الفيديو ده، واستنونا طبعا في حلقات قوية جدا على شبكة المنصة.